السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين أخبار خفيفة. هل يحق للوافد العودة للمملكة بعد إصدار تأشيرة خروج نهائي؟ والجوازات تجيب متابعينا لأول مرة، رجاء الاشتراك في القناة وتفعيل الاشتراك. أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية أنه يمكن للوافد العودة لدخول المملكة حتى لو تم إصدار تأشيرة خروج نهائي من قبل الشركة التي كان يعمل بها، وذلك في حال كان الخروج نظاميا. جاء ذلك خلال ردا من الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على تويتر على سؤال شخص قال فيه: أنا قدمت استقالتي من شركة قبل انتهاء العقد الإلكتروني وتمت الموافقة عليها، واليوم الثاني تجيني رسالة تم إصدار تأشيرة خروج نهائي من قبل الشركة. سؤالي: هل أقدر أرجع للسعودية بتأشيرة جديدة؟ ورد حساب الجوازات السعودية على السائل قائلا: في حال كان الخروج نظاميا ولا توجد ملاحظات يمكنك العودة بعد إتمام إجراءات الدخول، نشكرك على تواصلك. متابعينا لو أعجبكم الفيديو رجاء الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.